الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. سأل أخ عن القصة التي سقتها البارحة في حديث البركان الذي ثار في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأمر عمر رضي الله عنه رجلا من الصحابة أن يرده بإذن الله فرده. قلت البارحة إنني نسيت اسم الصحابي، هو الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه. سأل بعض الإخوة عن تخريج القصة، يعني من رواها. رواها البغوي في معجم الصحابة، ونقلها عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الصحابي الجليل تميم بن أوس رضي الله عنه. هذا لمن يحب التوثق من العلم. حديثي اليوم مبني على كلام نبوي طيب قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بواقعنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أقول هذا يا أيها الأحبة بعد أن أصبنا جميعا بما حل بنا من ابتلاء، ولعل بعضنا أقل إصابة من بعض، إذ أن إخوة كثيرين أصيبوا بأنفسهم وبأموالهم وبأقاربهم فهم أشد بلاء منا، لكن البلاء كان عاما وظاهرا. قال: ما تعلق هذا بالأمانة؟ بعد أن حل البلاء وظهر المصاب وصارت مظاهر الابتلاء واضحة للعيان من خراب البيوت وذهاب المتاع وجرح كثير من الناس أو إصاباتهم إصابات خطيرة، يتبادر المسلمون بخاصة والناس بعامة لمساعدة من أصيب وحل به الشدة والبلاء، فيتنادون: أعينوا إخوتكم، ساعدوا، وهذا أمر عظيم جميل طيب. لكن المشكلة هي في وصول هذا المال الذي يتنادى إليه ويطلب جمعه إلى مستحقيه أعينهم وأنفسهم. نحن يا أيها الأحبة أمة الإسلام ولله الحمد لا نشكو من بخل، ولله الحمد ليس فينا أزمة بخل، ولكن فينا أزمة أمانة. فينا من يزعم أنه أمين وأنه يوصل من يستحق المال الذي يعطى إلى مستحقيه، لكنه لا يوصل شيئا. وهذا أمر كثير بين الناس وللأسف. إذا كان كثير من الناس يشتري السلعة ويعد البائع بدفع ثمنها غدا ثم يماطله ثم لا يدفع، ويستدين من فلان وفلان ثم يماطله ثم لا يرد له الدين، فكيف إذا كان يزعم أنه يوصل السلعة إلى مستحقها؟ من الذي يطالبه؟ في الظاهر لا أحد، والمطالب له هو الله. لكن في الظاهر وهو والعياذ بالله أمثال هؤلاء لا يؤمنون، والعياذ بالله تعالى. لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا لعرف أن هذا المال يأكله سحتا باطلا جريمة، حق الفقراء يأكله، هذه مصيبة كبرى. فلما يأتي إنسان هذا وصفه وهذا شأنه وهذا تصرفه فيزعم أنه يوصل المال إلى مستحقيه ثم لا يوصل شيئا كما نرى ونسمع، فهذا من علامات الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سبحان الله. أيضا يتنادى عدد من الإخوة وفقهم الله وبارك فيهم للإعانة والمساعدة، ويتبادر كثيرون للمساعدة، وسمعت بكثير من الإخوة يبادر لدفع مبالغ عظيمة وجيدة بفضل الله ليساعد من أصيب بالنكبة والبلاء. أتمنى من كل من ينفق لوجه الله وفي سبيل الله أن يتحرى عن وصول ماله إلى مستحقه، فإن كان يستطيع أن يذهب بنفسه فليفعل، ففي ذهابه عدة فوائد.
أولها أن يرى نعمة الله عليه فيقدرها قدرها. رأيتم مشاهد أطفالا تحت الأنقاض ونساء ورجالا، وسبحان الله العظيم، لما أتصور مثل هذا المشهد أقول الحمد لله الذي عافانا، وأسأل الله النجاة لمن ابتلي، وأسأل الله الرحمة لمن قضى. شيء رهيب يا أيها الأحبة أن يبقى الإنسان تحت الكومة من الأحجار على ظهره ورأسه ورجليه، الله أكبر، وساعات طوالا وينادي فلا من مجيب، أو لا يستطيع أن ينادي لأن صوته ما عاد يستطيع أن ينطق به، الله أكبر، سبحان الله. فإن كنت ممن يستطيع أن يذهب ليعين أمثال هؤلاء ممن حل بهم البلاء والنكبة فبادر ولا تقصر، فحينها تعرف قدر نعمة الله عليك وتشكر الله تعالى شكرا مختلفا عن شكرنا الآن. الحمد لله كلمة قال وننسى معناها وأثرها. فاذهب إن استطعت. ثانيا، قد تكون ذاهبا لإعطاء اثنين فترى أربعة محتاجين فتبادر وتأخذ إن كنت أمينا كما قلنا، فتوصل المال بدل إلى اثنين إلى أربعة. فأتمنى يا أيها الأحبة من كل من يستطيع أو عنده أو أرسل إليه أموال ليدفع للمحتاجين أن يذهب هو بنفسه أو يعتذر. أتمنى أن لا توكل أحدا، مو لأننا نشك في البشر، ولكن كما قلت الموكل قد يوكل والموكل قد يوكل، وهلم جرة، تكون سلسلة من اثنين من ثلاثة من أربعة وأحدهم غير أمين فيضيع المال ولا يصل إلى مستحقه، وهذا أمر واضح، وصرنا نرى ونسمع عجائب الدنيا في هذه القضية. فبادر يا أيها المسلم لإيصال الخير إلى أصحابه بنفسك، بنفسك إن استطعت، وسل وابحث، وبحثك وسؤالك أجر عظيم وشيء كريم، أن تسأل ليطمئن قلبك وحتى تعلم أن ما دفعته أو دفعه من ائتمنك على المال قد وصل إلى مستحقه تماما. هذا أمر ليس بالسهل يا أيها الكرام، أن تدفع إلى من يستحق أمر عظيم. أيضا هناك في زماننا كثيرون، وهذه مسألة متفرعة عما بدأت به، يزعمون الفقر والبلاء للأسف، هذا واقع، وأنا أحب أن أذكر واقعنا. والله هيك صار، كون ما صار، والله البيت انضرب، البيت ما انضرب، ويصدقه الناس لسلامة صدورهم وطهارة أنفسهم فيقولون صار، تفضل خود، هو ما صار شيء، فيأكل حق الذي صار عنده شيء، والذي ابتلي والذي لا يعرف أحدا ليطلب من المساعدة. صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق أو فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فهذا هو المسكين الحقيقي، أي لا يجد أحدا يتصدق عليه والناس لا تظنه مسكينا وهو ليس عنده. الآن بعد أيام سترون أيضا، ستسمعون في المكان الفلاني، والله بيتي خرب وكذا وكذا وكذا، لا بأس أن تعطي. قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لا بأس أن تعطي السائل، ولكن أعطه يسيرا، وأما المستحق الحقيقي فهذا أعطه بكثرة. وفي هذا الزمان للأسف صارت صنعة، الشحيدة صارت صنعة، وكم كشفنا وكشفتم واطلعنا واطلعتم على أناس كدسوا أموالا. أذكر حادثة يعني أقل شيء مضى عليها 25 عاما أكثر، يعني في عام 92-93 قريب 30 سنة. مهم، رأيتها بأم عيني، أنا لم يرها أحد يعني أنقل عنه أبدا، رأيتها بعيني في أحد المساجد، رجل يعني قريب من 70، قريب من 70، يسأل الناس في أحد المساجد، فأعطوا لما فرغوا
أحد الناس، أنا كنت في مطلع الشباب في ذلك الوقت، الحادثة تجري أمامي وليس لي دخل فيها، لكن وجدت فيها عبرة عجيبة جدا. المهم سأل الناس فأعطوا، قضيت الصلاة كذا وانفض الناس. أحدهم قال له أريدك دقيقتين، أخذه إلى طرف المسجد ومعه شخص آخر. الآن ستقول لي تصرفه صحيح أو خاطئ، الأمر لك، أدرسه أنت وانظر إليه أنت وقدره بنفسك. أخذه على طرف في المسجد، قال يا حاج كم معك من المال؟ قال ما معي من شيء، أنا فقير، أنا كذا أنا كذا. قال قل لي الحقيقة. ما عندي شيء ما عندي شيء. قال لا بأس، إذن أفتشك. وبدأ يلبس معطفا جاكيت يعني، في الجيب الأول أخرجه، في ذلك الوقت القضية من 30 سنة أنتم يعني تميزون مقدار المال، من هون 100 ورقة طبعا ليرات وخمسات تماما، هنا 70 ليرة، في الجيب الداخلي للمعطف ما أدري كم، الجلابية تحت القميص نسميها في اللغة العربية لها أيضا يعني جيوب داخلية وخارجية، هنا 70 هنا 200 هنا 300 هنا 500 هنا 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 هنا. الرجل يعني ثيابه الظاهرية أخرج منها في ذلك الوقت حوالي 3000 ليرة. 3000 ليرة كان راتب الموظف 2200، الموظف يعني اللي وصلان لمرحلة جيدة عم يأخذ 3000 3500، يعني راتب شهر معه في الجيب في جيوبه. بس أمامي رأيتها، نظرت حينها فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك بالله عليك أوصل المال إلى مستحقيه. أعرف بعض الإخوة يوكلهم غيرهم بدفع ملايين كل شهر، ملايين، ويوكل هذا ويوكل هذا ويوكل هذا ويوكل هذا ويسأل تعرف حدا؟ إيه بعرف حدا، خود أعطي. تعرف حدا؟ بعرف حدا، خود أعطي. لا إله إلا الله لك يا أخي، إذا لم تستطع حمل هذه الأمانة فاتركها يا أخي، أنا أعتذر عن إيصالها، أنا أعتذر عن إيصالها. هذا الأمر ليس سهلا أيضا. أيضا أعرف بعض الإخوة ممن آتاهم الله الأمانة والقوة حقيقة، إذا وكل بهذا بقضية من هذه القضايا ينزل بنفسه ويتصل بمن أخبر أنه فقير، فيدخل إلى بيته ويعاين ما عنده ويسأل عن عمله وينظر في حاله، ثم على إثر ذلك يجعل له موردا مستمرا بإذن الله تعالى. خلص هذا مستحق، عرفته وعرفته كيف حياته وعرفت عائلته وعرفت سكناه وعرفت مصدر دخله، عرفت الأمر بشكل تام، فأنا بإذن الله سأوصل له كل شهر ممن يدفع ما يعني يتيسر له، فهذا أمر عظيم جليل. أما هكذا الأمر جزاف 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 جزاف، فيضيع الحق على مستحقه ولا يصل الخير إلى باغيه وإلى طالبه وإلى من يكون أهلا لأخذ هذا المال. فبالله عليكم في هذه الظروف بادروا إلى ما أشرت إليه، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والحمد لله رب العالمين.